صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عصمة مطلقة؟ الأنبياء معصومون بالإجماع بلا شك أنهم معصومون، معصومون فيما يبلغون به عن الله عز وجل، معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فهي محل خلاف، لكن معصومون لو وقعت معصومون من الاستمرار عليها، فالعصمة إما أن تكون في البداية وإما أن تكون في النهاية، فهم معصومون على كل حال بداية ونهاية. نعم. أحسن ولا عليك. يمكن أن نبيا يسر على صغيرة ويستمر عليها. نعم، هذا بالإجماع. نعم.